يستهدفون أبناء المسلمين ليكفروا بربهم ولينكروا وجود ربهم سبحانه وتعالى، ويستهدفوننا في تديننا ليضعفوه، وينشرون الخرافات أن الدين سبب الإرهاب وأن التمسك تشدد، ويحاولون أن يجعلوا هذه الفكرة مستقرة في قلوب المسلمين. فتجد الوالد إذا رأى ابنه أعفى لحيته، إذا رأى ابنه استقام على دينه خاف وقال: يا بني خليك مثل الناس، لا تكن متشددا، لا تكن من أصحاب اللحى، لا تكن. بل والله إن بعض المسلمين أصبحوا إذا رأوا الإبن يصلي في المسجد ولا سيما في الليل ينهرونه وينهونه ويخافون عليه. إنما هي أفكار من أعدائنا من أجل أن يضعفوا تمسكنا بديننا.